ويا هلا، عندنا النهاردة كوفية من الخيط الجميل ده. طبعا يبان ان هو خيط خشن، صعب ان هو يتعمل بيه حاجة تكون جميلة كده وبتدفي للشتا، ولكن الغرزة اللي هنعملها غرزة بيزك قوي معروفة للكل، سهلة جدا للمبتدئين، وهنعمل منها قطعة فاشن وفي الوقت نفسه ناعمة جدا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض كوفيه او سكارف رجالي، هنشتغله بالخيط ده. الخيط ده اسمه لندن، هو خيط استوكات عامه. الفتله بتاعته شويه مزجزجه وتبان ان هي خشنه، لكن ملمسها ناعم جدا، تحفه قوي في الملمس وفعليا ناعم، وهيديني المنظر الهارد الرجالي اللي انا عاوزاه، يكون منظر خشن كده ولكن الملمس تحفه، فعليا ناعمة قوي. وهنشتغلها بغرزة الحشو، يعني مش هنشتغل كروشيه تونسي نهائي، وهنشتغلها على طول الكوفية. ايه رأيكم؟ يلا بينا على طول نبتدي ونشوف التفاصيل. خيط النهاردة هو خيط اسمه لندن، ده خيط استوكات 250 متر، يعني البكرة هتوفر معانا جدا 100 جرام البكرة. طبعا هو بيت كوي، ده معناه ان الخيط ده يعني قدرة التحمل بتاعته حلوة. بيستخدم مع ابرة 4x5 و4x6 بالنسبة للتريكو. احنا هنشتغل الكروشيه عادي تمام، ومش هنتبع الرقم الموجود على الليبل لسبب بسيط. الرقم ده رقم تقريبي لان الخيط ده خيط استوكات والفتلة بتاعته زي ما انتوا شايفين، فاشتغل ابرة رقم 4، هيكون النسيج واسع قوي. انا عايزاها سكارف، وسكارف شتوي بشدة، ويكون النسيج بتاعها ضيق، فهستخدم معاكم الابرة دي. طبعا الابرة دي مش حتما هي الاساس او حاجة، ولكن ركزوا في الخطاف. بالنسبة للخطاف هنا ده رقم 5، ولكن هي بالنسبة للابرة العادية دي رقم 2.5 3 بالكتير، وحبذا لو اشتغلتيها بابرة اقل كمان من الرقم ده هتطلع معاكي النسيج متماسك قوي، كأنها قطعة قماش صوف من بتاعة زمان، فاهميني؟ فتطلع حلوة قوي. كل اللي انا هحتاجه هم الخمس بكرات اللي انتوا شايفينهم دول، والابرة بتاعتي والمقص، ويعني ممكن ابرة التنظيف وحدة القياس ممكن نستخدمها وممكن لا. تمام، انا عايزة الكوفية دي 3 متر، فهعمل 650 سلسلة. ايه الرقم اللي يخض ده وليه ضخم قوي كده؟ هقول لكم حالا. 650 سلسلة اللي احنا بنتكلم عليهم هم عدد سلاسل البداية، والعدد ده مش هباء، العدد ده علشان القطعة بتاعتي انا هشتغلها على الطول، يعني طول الكوفية دي 3.25 متر، فعملت 600 سلسلة. الكوفية بتاعتك 2 متر، هتعملي من 500 سلسلة فيما اقل حاجة بسيطة، فاهمني؟ فهو العدد ده لان انا هشتغل على الطول، والعرض هما اللي هيعملهولي الخمس بكرات اللي انتوا شايفينهم دول. وارفع ابرة عندك تشتغلي بيها وتعملي اول حاجة سلاسل البداية. بعد سلاسل البداية هروح اخد من ظهر السلسلة واقفل، ودي غرز حشو عادية جدا زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا المرحلة دي بتكون اكتر مرحلة مزعجة، هي عمل السلاسل والعدد بتاعتها، وعشان لو كنتي بتتلخبطي. طبعا وفي ابرة موجودة بعداد اللي هي الابرة دي، الابرة دي بتعدلك عدد الغرز، يعني انتي بتشتغلي على طول بعد وخلاص على كده، وهي بتعدلك عدد الغرز. ولكن طبعا احنا في العالم العربي مش متوفر عندنا، انه لو اشتريتيها اوكي جميلة وحلوة جدا، وهي بتيجي اصلا طقم على بعضه فهي حلوة وفيها كمان الضوء بتاعها. احنا ما عندناش الاوبشن ده، فهنمسك كده الورقة والقلم ونعد. انتي مثلا بتتلخبطي عند عدد 50 او عدد 60، اعملي كده من عدد 50 وقفي وشوفي كام 50 عملتيها، وجمعي 650 سلسلة، ومعانا ربنا. يعني بنيجي بعد ما نعمل السلاسل بناخد من ظهر السلسلة ونسحب بس كده. بس كده مفيش اي اختلافات اهو، ظهر السلسلة طبعا مش هيبان في الغرزة علشان اللون غامق، ولكن هي بيكون فيه بروز كده، والخيط المشعر ده فيه كتير جدا بيكرهه وبيهمله، وفعليا هو مش واو، شكله وحش، عليه شعر كلام من ده، ولكن هو اكتر الخيوط الفاشون اللي بتديني منظر حلو
والشعر اللي بيضايقك ده وبتبقي مثلا عايزة تطلعيه كده وترميه، لا، هو الشعر ده اساسا هو مصدر الدفء في الخيط ده، هو اساسا مش بيتباع رخيص، بالعكس بيبقى اسعاره غالية، ده هو علشان استوكات كان رخيص. تمام، هاخد كل حاجة من ظهر السلسلة كده، وشايفين البطء اللي انا فيه ده، بس بيكون مع السلاسل الكتيرة قوي اللي انتوا شايفينها دي. هخلص طبعا كل السلاسل دي، فبيطلع معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده بيكون اول صف معايا في الكوفية بتاعتي. وطبعا زي ما انتوا شايفين النسيج مش باين منه اي حاجة غير ان هي قطعة كده. وقت بقى ما ابتدي ارتفع سلسلة في نهاية الصف، طبعا انا يعني بعمل معاكم بس كده، وبعدين بدخل وبعمل غرز حشو اهو. طبعا الغرزة بتكون باينة، مش محتاجين ان احنا نحس مكان الغرزة، لا بصوا في اهو بنزات كده صغيرة، هي دي مكان الغرزة بتاعتي، بس باخد كده واعمل غرز حشو، وهفضل بالاسلوب ده فعليا لحد ما اخلص الكوفية بتاعتي. يعني هشتغل واعمل بالاسلوب ده، وكل ما اشتغل هيبان معايا صف جديد. تمام، فبيديني الكسرة اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الخط ده، الخط ده هيبين ان الكوفية بتاعتي فيها خطوط ومضلعة، وان هي غرزة غير غرزة الحشو اساسا، ولكن هو ده اللي هيخلي لي شكل الكوفية فاشن مع الشعر ده. هخلص السلاسل دي كلها، وهعمل حوالي 3-4 اصفف او هخلص بكرة، وهرجع لكم مرة تانية تشوفوا التأثير عامل ازاي، ونكمل مع بعض. ترى زي ما انتوا شايفين انا عملت اول صف، شغالة لسه فيه فعليا، واستخدمت ابرة من الكلاسيك القديمة خالص، ابرة رقم 3. دققوا دايما على البوز لانه بيكون مختلف ما بين اشكال واشكال تانية في الابر، ولكن يعتبر هي ابرة ايميجرومي. محتاجين نطول بالنا، ومحتاجين نشتغل الكوفية دي وتكون هارد، فمش بس الشكل كمان الطريقة. فعملت 750 سلسلة ولسه شغالة فيهم. تعالوا بقى اوريكم الجنان الرسمي. في المرحلة دي بنكون بردة جدا، فناخد كده من ظهر السلسلة. وانا هشوف اصلا ظهر سلسلة في ام الخيط ده. يعني حاولي ان انت تشوفي ظهر سلسلة، بعدين خلاص انت ترتاحي بعد 750 سلسلة اللي تقريبا قاعدة فيهم بقالي يومين. بس بعد كده خلاص، يعني اللي هو الكوفية بتاعتك هتكون ظبطت، لان انت شغالة على الطول مش على العرض، وفي الوقت نفسه كمان الماتريال هتكون سميكة. طبعا ما تغركوش ان الخيط هايش، ولكن هو بصوا رفع الخيط اهو، فهمني، فخلي بالك طويل، هتحصلي على نتيجة حلوة قوي على فكرة. شايفين البطء ده في الاول بس، شايفين شكل النتيجة حلوة قوي مع انه لسه اول صف. طبعا بروح على ظهر السلسلة، اسحب وارتفع سلسلة كويس، الشمس طلعت عشان تشوفوا النتيجة في الشمس. شايفين السلسلة كلها اهي، ظهر السلسلة، وحتى في الشمس مش بيكون باين قوي، بس خلي بالك طويل، تسحبي بيبقى معاك اتنين على الابرة تطلعي منهم. كوفية زي دي ممكن تاخد معاكي شهرين، ممكن تاخد معاكي شهر، ممكن تاخد معاكي اسبوع، انتي واصرارك امتى تخلصيها، ولكن متستعجليش على النتيجة، النتيجة هتطلع معاكي تحفة فعليا. اخلص الصف لما بيخلصي وارجع لكم مرة تانية. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني اخر تنتوفة في السطر الطويل لما بيخلص خلصت. تمام، طيب فرضا ان الكوفية، طبعا انا يعني في الحقيقة انا لما باجي اعمل النوعية دي من الكوفيات مش بقعد اعد سلاسل ولا حاجة، لا بفضل شغالة مثلا 5 متر سلاسل بس، يعني بالابرة طبعا اللي هي الصغيرة دي، وبعدين ببتدي ان انا اشتغل الصف ده، وساعتها بقيس. تمام، يعني عايزة مثلا 2 متر بخليهم 2 متر وربع، على اساس ايه؟ على اساس انه لو حصل وفي زيادة انا طبعا هسيب السلاسل اللي في الجنب، ما حصلش يعني بصوا هوريكم عشان برضو
لو حصل مثلا وانه الشوية دول كده انا مش محتاجاهم، فخلاص هكمل ومليش دعوة بيهم وارجع اقص واظبط طبعا ايه السلسلة. ده بالنسبة للزيادة. بالنسبة للنقصان طبعا هترجعي تعيدي، لكن بالنسبة للزيادة انت اشتغلي اصلا عدد سلاسل زيادة بزيادة كتيرة قوي، ولو حصل معاك زيادة انت هتعملي الحركة دي، ما حصلش زيادة خلاص وهتحصلي على المقاس وبدون اي اعداد وصداع. ارتفاع سلسلة وخلاص بقى شوية هيبرز معايا اذا كان ده غرزة حشوة او لا، وهتكون بسيطة، مفيش بقى التدقيق القرف اللي كان موجود من شوية. فخلاص زي ما انت شايفة كده، طبعا السطر هيكون شويه برضو مزعج لانه لسه الكوفيه رفيعه معايا فهتديني شويه ارهاق، ولكن زي ما انت شايفه التاثير بتاع الغرزه بالشعر اللي فيها ده بدا يبرز شكلها قد ايه حلو، ودي هتعمل معايا حوالي 2.5 متر. نكمل مع بعض. طبعا هفضل شغاله بالاسلوب ده لحد ما اخلص ال5 بكرات، يعني مفيش اي سسبنس في الحوار، هو بس شغاله كده رايح جاي رايح جاي، غرز حشو بدخل في الغرزه وبسحب، بيكون معايا 2 على الابره، بطلع منهم وارجع اكمل وهكذا لحد ما اخلص الكوفيه بتاعتي. هي بس كده اول 4 اسهف هتكون شويه مزعجه، وحاولي ان انت ما تضيقيش ايدك قوي، يعني مثلا ما تكونيش بدأتي على واسع وترجعي تضيقي عشان بصي تعمل معاكي كيرف كده، فحاولي ان انت ايدك تكون مرتاحة. ترى زي ما انتم شايفين الكوفية بدأت تتكون، وزي ما انتم شايفين كمان انه الكوفية مرتاحة. اوعي تشتغلي وتخلي ايدك ضيقة في مراحل وواسعة في مراحل فتحسي ان هنا في كده كرمشة، فالكوفية تكون ايه فيها انبعاك كده من فوق من تحت مرتاحة، ده بيكون غلط. هي غرزة حشو، هي بسيطة جدا وسهلة جدا للمبتدئين، بس لو ما زبطناش ايدينا مش هتطلع شكلها مقبول، فخدوا بالكم من المرحلة دي. زي ما انتوا شايفين انا قربت اخلص خلصت حوالي ربع البكرة في المرحلة دي، بس النتيجة خرافة. هتاخد قد ايه بنحدد بعد البكرة الاولى، يعني هنشوف البكرة الاولى كده عملت لنا 3 متر الحمد لله، وهنشوف العرض اللي هتدهولنا على اساس ذلك هنقدر نعرف العرض اللي احنا عايزينه هياخد كام بكرة. اخلص اول بكرة وارجع لكم مرة تانية. ترى زي ما انتم شايفين خلصت اول بكرة الحمد لله بعد 3 ايام بجد او اكتر كمان. اول بكرة عملت 5 سنتي، وزي ما انتم شايفين تضليعة الكوفية بدأت تبان. مهم جدا ان اللي هنا ما يكونش فيه كرمشة فتبقى هي مقوصة كده، يعني عاطية تقويصة كده كأنها بيضة، فده مش كويس، ومعناه ان انت بتشدي ايدك وانت شغالة وبترخي ايدك في بعض الاحيان. الحافة كمان لازم تكون مظبوطة وعلى المسطرة كده، وإلا الكوفية بتاعتك فيها مشاكل. اوكي، ده كل الضربات اللي ممكن تحصل معاكم. طبعا تحفة فنية زي ما انتم شايفين، النتيجة الوش والظهر بيكونوا زي بعض تمام، عشان اوصل الخيط ده ملوش اي حاجة غير ان انت هتمسكي كده وتبتدي تربطي الخيط في بعضه، لا هينفع ندخل في قلب النسيج ولا الكلام ده خالص، لانه الخيط اصلا بيفتل ومش مميز قوي زي ما قلنا قبل كده، وده اللي مخليه رخيص كده. وهبتدي اشتغل بإبرتي عادي، هدخل في الغرزة واسحب، ومينفعش اوسع ايدي كده وارجع اضيق قبلها تمام، لازم تكون ايدي مظبوطة، يعني لو وسعت ارجع تاني واشتغل بالشكل المنظم للغرزة. ومحتاجة زي ما قلت لكم طولة بال، بنعمل وبنشتغل وكل بكرة بتطلع 5 سنتي. احسبها بقى ازاي بعد ما اعمل اول بكرة؟ عرفت خلاص ان هي 5 سنتي وانا معايا 5 بكرات، يعني هتعمل لي 25 سنتي. غلط. ليه بقى؟ لانه انتي البكرة الاخيرة دي هتبتدي تاخدي منها وتعملي الشرشيب او اي ديكور، لو مش تعملي اي ديكور فهي كده 25 سنتي صرف، ويمكن ازود مثلا بسنتي او 2، لان طبعا
يعني 25 سنتي، والحتة دي اللي انا اشتغلتها دي كلها دي الحتة الزيادة اللي هي في نهاية البقرة، فهي 25 سنتي. بس لو مش هتحطي اي ديكور، شراشيب مش عارف ايه، يا اما تجيب البقرة السادسة تعملي لها شراشيب. طبعا انا هستخدم 5 بقرات وبس، مش هعمل اي حاجة تاني، فهي طولها هيكون 2 متر 75 85 حاجة زي كده، والشراشيب بتاعتي عرضها هيكون حوالي 24 سنتي، 23 سنتي، او حتى 22 سنتي، ولكن مش هتكون 25 لان انا هستخدم الديكور من البقرة الخامسة. اوكي، كل اللي انا بعمله زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي اختلافات، مفيش اي تريكات تانية، لا هو بس ان انتي تثبتي ايدك على وضعية معينة، ما تضيقيش وتوسعي، كلام من ده ليس الا. وصلنا دلوقتي للتوصيلة اهي، فهنيمها كده شوية واسحب غرزتي، اخد بقى التوصيلة دي معايا كده، افردها تمام وهشتغل فوقيها. هي الوصلات بتتم بالطريقة دي، يعني لو عندك قطع في الخيط نفس النظام، وعندك كده نفس النظام، مفيش اي اختلافات، وبنشتغل بس كده غرز حشو فوقيها، وطبعا ما نشدش ايدينا بالشكل ده اهو. طبعا بشد كده عشان الخيط يعشق هنا في الجزء ده، بحيث ان هو اهو شايفين، يعني لو لقيتي حاجة طالعة كده لا شدي كده وعشقي عشان الخيط يدخل في قلب النسيج اللي انت عاملاه. طبعا هسيب الطرف ده لسبب، اما اشتغل صف واتنين هيبتدي النسيج يكون لسه ما عشقش هنا بكفاية، فكده اروح شدة ومظبطة وبعديها اروح قصة الزيادة واشتغل عادي. بالشكل ده كده، وطبعا بتحسي ان انت ايه مش بتخلصي، بس مش مشكلة، زي ما انت شايفة النتيجة بتخلي يعني الصبر اللي انت صبرتيه في الشغل تتبسطي بيه بجد. وزي ما انتوا شايفين الزجزجة اللي ما كانتش عجباكم في شكل بكرة الخيط من برة هي اللي انتوا شايفينه ده، وهو اللي ضيف للكوفية شكل الفاشن والملمس اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مش هتطلع ناعمة بشكل رهيب، لا هتطلع يعني نعومتها بسيطة ونسيج، كأنها قماشة صوف ضخمة فمميزة قوي، وشكلها هيبقى حلو. اتمنى ان هي تكون واضحة بس بسبب الشمس اللي انتوا شايفينها دلوقتي، ولكن هي تحفة اهي. والتضليعة دي على فكرة مديالها شياكة بشكل مش طبيعي، وان شاء الله في نهاية الفيديو هوريكم الكوفية القديمة والكوفية دي، وطبعا هتستمتعوا بالمنظر ما بين قديم وجديد وبنفس نوع الخيط. اخلص الكوفية كلها وارجع لكم نعمل الديكور بتاعها مع بعض. ترى الكوفية فعليا خلصت، باركولي بجد، لان هي كانت يعني خدتها على كذا شهر، خدت وقت طويل جدا، بس زي ما انتم شايفين يعني كتلة وحلوة قوي بصراحة. دلوقتي تعالوا هنقفل اخر حتة صغنطوطة خالص كده علشان بس يعني تدخلوا معايا في المود، هي نفس الابرة اللذيذة دي اللي اشتغلت بيها كل الموضوع ده، وما عملتش معايا عرض كبير لانه انا مطولها طبعا عن 3 متر، فاخدت حوالي 20 سنتي، 22 سنتي زي ما انتم شايفين. بدخل بسحب يبقى معايا 2 على الابرة، وبسحب واطلع منهم، وهي دي غرزة الحشو. غرزة جميلة وسهلة، وفعليا في كتير يعرف الغرزة دي وفاكر انه ما يقدرش يعمل بيها اي حاجة وان هي مش احسن غرزة، ولما بيشوف غرز منقوشة بيحس نفسه ان هو يعني ولا يعرف اي حاجة. بالعكس الغرزة دي انا اشتغلت تحديدا بيها 3 سنين وطلعت منها احلى شغل. مرة اعملها كده، مرة اشتغل غرزة حشو في العمود الخلفي بس بتطلع شكلها كده مزجزج وحلو. يعني لما ابتديت شوية ان انا اكبر دماغي فاشتغلت بالعمود بلفة. طبعا كتير بيشتغل بالعمود بلفة وفاكر انه يعني هي الغرزة الواو. الغرزة بتاعة العمود بلفة دي بشوية بتكون
يعني الشغل مش ماسك نفسه قوي فيها. فهي بالنسبة لي انا لو هفضل هفضل غرز الحشو اكتر من العمود بلفة، وهعمل برضو بيها اشكال تحفة. ف بجد ما تهمشوش اي غرزة تعرفوها وتحسوا ان هي لا مش واو لازم اعرف غرزة منقوشة، لا مش حتما خالص. بصوا اخر سلسلة هنا هي على الطرف، تمام. وطبعا لازم اخد السلسلتين او ادخل في الغرزة كاملة كده واسحب، لان انا طبعا شغالة في حشو عادي جدا، وبسحب واطلع خلاص من الغرزة. وبكده يا اصدقاء يكون الكوفية بتاعتي فعليا خلصت. طبعا انا حابة ان هي يكون ليها شراشيب زي ما انتم شايفين كده، لان كمان الخيط مزجزج كده فشكله كيوت قوي ان هو يكون كمان معاها شراشيب، هتكون حلوة قوي. فعملت لها صراحة شراشيب، واللي انتم شايفينها في المقص دي هي الاستامبا او الشرشوبة كده اللي انا باخد عليها المقاس، تمام. طبعا طول الشراشيب دي وهي دبل كده هقول لكم حالا، يعني 19 سنتي، يعني حوالي دبل، يعني قولوا كده مثلا 40 38 سنتي، تمام. طبعا زي ما احنا عارفين بنقطع كمية حلوة من الشراشيب. اشيل بس دي عشان ما تغمق لكوش الفتح اهو، اوكي. طبعا بفضل اتني بالطريقة دي، هي بسيطة قوي وبتدي تأثير حلو في شكل الشغل. وزي ما قلت من قبل ان الشراشيب مش مقتصرة على الحريمي بس، بالعكس رجالي كمان، وفي كمان ناس بتلبسها اوفر يعني اكتر من شراشيب الكوفية النبيتي اللي انتوا شايفينها حاليا. فعادي جدا، هي المسألة كلها ستايل شخصي، فاحنا مش هنجبر الناس ازاي تلبس، احنا بننفذ زي ما بيتقال لنا. يعني بس بعض التعقيبات بتكون مثلا على الماتيريال اللي هنستخدمها، نوع الغرزة مثلا مش متين بكفاية، كلام من ده اللي احنا بنقوله بس للعميل، ولكن الحاجات الباقية هي ستايل شخصي. زي ما انتوا شايفين دي الشراشيب بتاعتي، تعالوا بقى اوريكم انا عملت ايه. طبعا زي ما احنا عارفين حتى لو كان الشغل غامق لازم ان احنا نعمل الشراشيب اتجاه واحد، يعني ما ينفعش ان انا مرة اعملها من هنا وادخل ايدي من هنا ومرة ادخل ايدي من هنا فتطلع الشراشيب شوية ظهر وشوية وش، ودي هتبقى عشوائية جدا. فطبعا حتى لو اللون غامق، اللون الغامق على فكرة يعني بيبان فيه العيوب بسهولة وبسرعة اكتر من الالوان الفاتحة كمان، فلازم نكون حريصين. هو بيداري عيوب شغلك لو انتي بتشتغلي مثلا وغلطتي في غرزة او حاجة، لكن لو الغرزة منقوشة ليها شراشيب في نهاية كوفية الحاجات دي بتبان بسهولة، تمام. كفاية نرخي ونشتغل. اول حاجة انا ما دخلتش ما بين كل عمود والتاني الاعمدة، انتوا شايفينها اهي اللي هي التضليعات الخفيفة دي، لا اشتغلت عشوائي كشراشيب، ودي الحاجة الوحيدة العشوائية في الكوفية بتاعتي. كل اللي انا بس بقدر ان انا يعني انسقه قوي ان هو ما يكونش في فراغات ضخمة زي ما انتوا شايفين اهو في الكوفية بتاعتي، لكن غير كده مفيش اي مشكلة. شايفين بدخل في اي مكان، المهم انه يكون يعني الغرزة كاملة، تمام، وقريب جدا من الشراشيب اللي انا حطيتها من قبل. اخر حاجة اللي هي فيها الفتلة اللي احنا قفلنا بيها وقصينا الخيط من باقي الكوفية، هل معنى ذلك ان انا ما احطش فيها؟ لا لازم احط فيها. ليه بقى؟ على اساس انه الكوفية تكون منسقة وفي الوقت نفسه كل حاجة فيها بيرفكت. طبعا الخيط نفسه اللي انا عملت بيه لازم ده يكون مع ده، ولكن لازم الاول انضف شوية واتوه الخيط في كذا حتة بحيث ان الكوفية ديلها يكون متناسق. بس يا اصدقاء
زي ما انتم شايفين الكوفية بتاعتي خلصت، واي فراغات ضخمة انا على طول بخلص منها. طبعا التفاصيل دي في ناس كتيرة بتحس ان هي مملة، ولكن هي اللي بتخلي لي شكل الشغل بتاعي غير. يعني احنا الماتيريال بتاعتنا الخيط بتاعها اصلا مش احسن حاجة، في ناس كتيرة بتعتبره اصلا انه ما ينفعش تشتغل بيه وتطلع منه اي شغل، فلازم قوي نكون مدققين على التفاصيل، وده اللي بيخلي لي شكل القطعة زي ما انتم شايفين بالجمال والاتقان ده وتكون مميزة. طبعا الماتيريال دي مش متداولة قوي ما بين الجماعة بتوع الكروشيه اللي زي حالتنا، لانهم بيروحوا على الخيوط الجميلة اللماعة اللي شكلها حلو. بالعكس يعني الخيوط اللي من النوعية دي هي بتكون بصراحة ممكن طلع منها شغل مجنون قوي، شكله حلو مختلف، لا هتلاقيه في الهاند ميد كتير متداول، ولا هتلاقيه كمان في المحلات. فالخيوط دي ادولها فرصة تانية واشتغلوا بيها حاجات في دماغكم وتطلع معاكم حلوة قوي ومختلفة كده وشكلها شيك. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. وبالنسبة لمقاسات الكوفية دي طول وعرض هسيبها لكم مع الصور. مع السلامة، باي. عرض الكوفية 21 سنتي، الطول الله اعلم 2.87 متر من غير الشراشيب.